أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من قضايا اقتصادية. الحلقة الماضية كنا نتحدث عن السياحة وتنمية المستدامة الاقتصادية لهذا الموضوع، ولكن اليوم سنكون عن موضوع المحاصيل الزراعية والزراعة بشكل عام وهي والتنمية الاقتصادية، كيف تعمل مديرية الزراعة في محافظة اللاذقية عليها من ناحية التنمية المستدامة بالإضافة إلى تنمية الموارد الطبيعية والعمل عليها مع الفلاح لكي يكون هذا المحصول فعلا، سواء كان محصول من الحمضيات أو الزيتون أو أي محصول زراعي آخر، هو مردود اقتصادي للمزارع ولليد العاملة من مراحل مرور الشجرة منذ زراعتها إلى المنتج النهائي الذي يمكن أن نحصل عليه من هذا المحصول. سنكون حول هذا الحديث مع ضيفي في الاستوديو، مع المهندس ماهر علي وهو معاون مدير الزراعة في محافظة اللاذقية. أهلا وسهلا فيك أستاذ ماهر. أهلا أسعد الله أوقاتكم جميعا وأوقات السادة المشاهدين. طبعا لو نحكي عن قطاع الزراعة ودور الزراعة، فالزراعة تعد أهم مكونات الاقتصاد الوطني، الاقتصاد الإنتاجي، وتعتبر الطريق أو أحد أهم الطرق التي تؤدي في بناء إلى التنمية المستدامة. نعم. الزراعة يتميز قطاع الزراعة بأنه قطاع متجدد بيستند على العديد من الموارد المتوفرة في البيئة، استثمار هذه الموارد وتحويلها إلى لتصبح منتج يساهم هذا المنتج في توفير الغذاء بالدرجة الأولى وتحقيق الربح الاقتصادي لمن يقومون بالزراعة. نعم. بحيث بيع الفائض، بيع المنتج، دخوله في صناعات تحويلية عديدة. نعرف أنه كل محاصيلنا ومعظم محاصيلنا تدخل بصناعات، سواء كحمضيات أو كزيتون أو كمحاصيل صناعية أو خضار ومختلفة، تدخل في تصنيع بشكل أو بآخر. ودور الزراعة كمان مهم برفد الاقتصاد الوطني من خلال تصدير منتجات، وبنعرف ان احنا خلال السنوات اللي كانت قبل الأزمة كنا من الدول المصدرة للعديد من المنتجات. طبعا الأزمة أثرت سلبا على هذا الموضوع، بس ان شاء الله هلا حاليا احنا في طريقنا للعودة لهذا الانتاج، لنحسن انتاجنا والعودة الى تصدير العديد من المنتجات الزراعية. جميل هذا الكلام. طيب اليوم اذا نحكي فعلا عن اليد العاملة بالنسبة لهذا الموضوع استاذ ماهر، قد ايه نحن فعلا من خلال هذا المحصول او من خلال هذا المنتج الزراعي بكل انواعه نحن بحاجه الى يد عامله، وهو بالاخير منحى اقتصادي مهم طبعا للمجتمع المحلي. طبعا الزراعه بتشكل مصدر رئيسي للدخل في بالمنطقه الساحليه للعديد من نسبه كبيره من المواطنين من المزارعين الموجودين بالمنطقه الساحليه. وكل معظم مزارعينا وصلوا لمرحله انه نحن مزارعنا مثقف، يعني مزارعنا نسبه كبيره منهم جامعيين، نسبة كبيرة منهم بيشتغلوا بأعمال أخرى والزراعة رديف لهم وبتشكل لهم مصدر دخل. بعض المحلات بيوصل بيكون مصدر دخل رئيسي، وبعض المحلات مصدر دخل إضافي وداعم لدخل المواطن. طبعا نحن كزراعة من مع المزارع دائما حتى بشكل يومي وبشكل مباشر لتقديم الدعم وتقديم التسهيلات والمساعدة بمختلف الطرق. بتقوم وزارة الزراعة بالإشراف على العمل الزراعي بأكثر من مجال، مثلا بمجال الندوات والنشاطات اللي بتقوم فيها. طبعا نحن مع المزارع بكل موقع بننفذ ندوات، بننفذ بيانات عملية، بننفذ نشاطات مختلفة، بننظم بعض الجمعيات، بعض النشاطات اللي بيقوموا فيها الأهالي، بتتدخل مديرية الزراعة بشكل إيجابي فيها. ندخل معهم بمجال مكافحة آفات، بمجال عمليات الزراعية بالشكل السليم. نعم. من ننصح المزارعين دائما، عندنا فنيين منتشرين على كامل أرجاء الريف لتقديم الإرشاد والنصح والنصائح الزراعية المطلوبة. ومننفذ بيانات بتدلوا على الطرق الصحيحة. مثلا في مجال التقليم بننفذ سنويا عدد كبير من البيانات العملية عن التقليم الصحيح لكل نوع من الأشجار المثمرة، كحمضيات، كزيتون، كتفاحيات، بمختلف الأنواع بيقوموا فيها فنيين متمرنين طبعا مختصين بالموضوع، ومعهم وسائل ومعهم بروشورات، معهم توضيح للموضوع. ومزارعنا مثل ما حكينا مزارع مثقف، يعني في تجاوب وفي اقبال لمطالبه بهيك مواضيع بمختلف القرى. يعني اليوم نحن ناخذ الندوات والمؤتمرات اللي عم تقوموا فيها حضرتك، حتى الورشات التدريبيه او التعليميه، هي للحصول على تنميه مستدامه لهذا المحصول. تماما. بنعرف الزراعة لها دور أساسي في التنمية المستدامة، ونحن بنعرف إنه دور التوجه الحكومي اللي صار من الثمانينات كان بتحسين واقع الزراعة والسعي لتصير مصدر رئيسي رافد للاقتصاد الوطني.
من بدايه من لما كنا بالثمانينات بنعرف انه كنا دوله انه كنا بلد مستورد لمعظم المحاصيل ومعظم حتى الطحين حتى المنتجات اللي كان ممكن ان ننتجها كنا بفتره من الفترات مستوردين. تحولنا بعد 1980 لما اللي بلشت الحكومه حطت بحسبانها ضروره النهوض بالواقع الزراعي، تم انشاء شبكات ري حكوميه، تم تطبيق سبل الاداره امنه، اداره حديثه للموارد، طرق زراعيه، استخدام اليات زراعيه حديثه. فتحولنا خلال عقد من الزمن الى دوله مصدره للعديد من المحاصيل، اضافه الى التشجيع اللي استمر حاليا من فتره الثمانينات وحتى الان بتحسن دائم بمجال انتاج الاسمده، في مجال توفير للمزارعين بالوقت المناسب وبالمواصفات المناسبه، تامين المواد المكافحه، التدخل ببرامج مكافحه لمختلف المحاصيل للافات الرئيسيه على كل محصول. فمثلا نحن بنعرف انه عم نشتغل وحتى الان مستمرين وفي تحسين للموضوع بشكل مستمر وهو اطلاق اعداء حيويه. نعرف بفترة الثمانينات كان في عنا آفة اسمها ذبابة البيضاء على الحمضيات، وكانت آفة مؤثرة جدا وكانت عامل محد ومؤثر على الإنتاج كنوع ككمية وكنوعية. تم إطلاق العدو الحيوي المناسب وبشكل مكثف وبشكل مدروس خلال عدد من السنوات، يعني خلال كذا 4-5 سنوات تم السيطرة على الآفة، وأصبحت وحتى الآن آفة غير رئيسية يعني شبه غائبة. وغير مؤثرة، اصبحت آفة سنوية، ما يعني حتى عندما توجد ببعض المواقع بشكل لا تؤثر، غير مؤثرة، وتم السيطرة على الآفة. وهناك العمل عمل جاري على عديد من الآفات الأخرى، ذبابة ثمار الزيتون، ذبابة الفاكهة، الحشرات القشرية، هناك أعداء حيوية تطلق باستمرار وتوزع حسب المناطق التي ترصد فيها إصابات، وإضافة للتوزيع في المواقع المتوقع أن تكون الآفة موجودة فيها كون نتيجة وجود بؤر سابقة. يعني هون نحن بالاخير عم نحصل على منتج اقتصادي نظيف الى حد ما. تمام. ومثل الحمضيات حضرتك ذكرت عنها، يعني مثل الذباب البيضاء وقت فعلا هاجمت محصول الحمضيات، ولكن نحن اليوم عنا وصلنا الى منتج من الحمضيات هو خالي من الاثر الحيوي، وهي كانت تماماً فكره كثير جيده انه اليوم نحن عنا هذا المحصول اللي هو فعلا مرغوب بالخارج جدا. تماما، الهدف الرئيسي من عمليه المكافحه الحيويه والتشجيع ليها وتفعيلها هي الحصول على منتج ذو اثر بالحدود الدنيا او شبه غائب الاثر المتبقي للمبيدات نتيجه عدم استخدام المبيدات الحشريه مطلقا، ودراسه او اذا عند استخدام اي مبيد فطري او مبيدات اخرى لبعض الافات التي لا يوجد عدو حيوي طبيعي موجود في الطبيعه، يمكن استخدام مبيدات غير حشريه، مبيدات ذات اثر غير لا يوجد اثر متبقي لها وغير مؤثره، ولا واثناء التحاليل اثبتت حمضياتنا السوريه على انها حمضيات ممتازه تنافس خارجيا، لا يوجد فيها اي اثار متبقيه، حتى اصاباتها الحشريه ضمن السيطره نتيجه التكامل الطبيعه او التوازن الطبيعي الموجود عندنا ببيئتنا السوريه. هي منتج اقتصادي بحت عندما يستثمر بالشكل الصحيح وخاصه بالنسبه لمرحله التعبئه والتصدير. تمام. طيب اذا اليوم بدنا نحكي، انت حضرتك ذكرت فكره كثير مهمه، نحن عندنا اليوم الفلاح هو فلاح مثقف زراعيا بهذا الموضوع، وخاصة نعتمد بهذا الموضوع على الوحدات الإرشادية المنتشرة على مساحة المحافظة لتوعية هذا المزارع بكيفية التعامل مع الشجرة، كيفية التعامل مع هذا المحصول. تمام. طريقة التقليم مثل ما حكيت حضرتك، الري كيف ممكن الاستفادة منه، وخاصة اليوم كان في ورشات كتير كبيرة بالنسبة للري بالتنقيط، ونحكي عن هذا الموضوع اقتصاديا نحن اليوم كيف ممكن يفيد الأرض، الأتربة، الأسمدة، حتى هاي المواضيع كلها شو ممكن يفيدنا نحن وشو دور مديرية الزراعة بهذا الموضوع؟ تماما، طبعا في العديد من التقنيات والوسائل الحديثة التي بدأنا بتطبيقها وتطبق حاليا ويتم التنسيق مع الوحدات الإرشادية لتعميمها على المزارعين، من أهمها الري الحديث، تطبيق وسائل الري الحديث، والدولة حاليا عم تدعم مشروع التحول للري الحديث بدعم مادي ومعنوي. الدعم المعنوي بيشمل التوعية وإيصال الأفكار العلمية الدقيقة والمطلوبة بهذا الموضوع، أما الدعم المادي فهو عبارة عن تحمل الدولة لجزء من تكاليف هذه الشبكات عند تطبيقها وعند تنفيذها. تتحمل الدولة عند تركيب الشبكات نقدا 50% من تكاليفها، تكاليف شبكة مباشرة بتحسب تكاليفها، تركب الشبكة لدى في حقل المزارع وتتحمل الدولة 50% من التكاليف، بيضل 50% على المزارع. أما عند طلب المزارع لتركيبها بشكل إقراض على قرض يستمر مدة القرض 5 سنوات، تتحمل الدولة بهالحالة 40% من تكاليفها وبيضل 60% تدفع على أقساط ميسرة.
ففي تشجيع على التحول للري الحديث. لما الري الحديث من دور كبير في توفير مياه الري اولا نتيجه الحاجه والسياسه المعروفه انه سياستنا القادمه انه نحن بدنا نحاول نامن الامان المائي، الامن المائي مطلوب. الكميات المائيه المتاحه ما حدا بيعرف اذا بتضل السنوات القادمه بنفس الكميات، ان شاء الله تضل، بس اما لازم ندور على سبل لتوفيرها لدراستها لادارتها بشكل امن لحتى تضل امنه ومتوفره بشكل كافي. طبعا من الوسائل الحديثه او اللي عم نطبقها بعملنا بشكل تقني تحويل مخلفات المزرعه لاسمده عضويه. لما بيكون مثلا احنا عم نعمل ندوات ونشاطات تتعلق بالتقليم الصحيح للاشجار المثمره، بينتج عن هذا الموضوع مخلفات التقليم اللي كان معروف سابقا واللي جرت العادي عليه انه تحرق بالحقل، وبنعرف اذا كانت في حرق بقايا احيانا وخاصه ممكن ينتشر الحريق ونخسر اراضي زراعيه، صحيح ارض المزارع نفسه او الاراضي المجاوره او حتى مساحات الحراجيه المجاوره واللي كانت تسببت بالسنوات الماضيه خسائر كبيره. صحيح، صحيح. ففي اتجاه توجه لتعميم فكره، وعم يصير نشاطات بهالموضوع لتعميم فكره تحويل هي البقايا لمخلفات او هالمخلفات لسماد عضوي عن طريق فرما بأجهزة غير مكلفة بشكل كبير، تقطيعها أو فرمها تحويلها إلى قطع صغيرة نشارة، طبعا فرامة الأحطاب معروفة وخلطها ببقايا أو بطريقة معينة سواء مخلفات أبقار روث أبقار أو بعض التورف الموجود ببعض بالحقول، مخلفات مزرعة هي بالدرجة يعني الأولى. مخلفات نباتية وحيوانية، ترطيبة، توفير الرطوبة اللازمة، التهوية اللازمة لأنه تخمر هوائي طبعا، وخلال أشهر بتتحول لسماد عضوي. طبعا سماد عضوي بهي الحالة بيكون توفرت كميات من السماد توفر أو تؤمن جزء لا ليس بالقليل من حاجة المزرعة نفسها للسماد الأسمدة، وبالتالي هذا توفير على المزارع من التكاليف. جميل هذا الكلام. طيب نحن اليوم إذا نحكي عن الموارد الطبيعية وتنميتها ضمن زراعيا، يعني الموارد الطبيعية موجودة عندنا، ولكن المزارع اليوم هل هو فعلا يستفاد من هذه الموارد الطبيعية الموجودة، أو أن اليوم بحاجة إلى إرشاده بطريقة أو بأخرى يستفاد منها اقتصاديا وتعود عليه بالدخل؟ طبعا هلا نحن حقول مزارعين كبيئه ساحليه، بيئه مساحيه ذات صغيره، دائما بجوار المزرعه اما في مساحات حراجيه او في مساحات مسطحات مائيه، او طبعا دائما من خلال نشاطات مهندسينا وفنيينا يتم ايصال فكره انه الاستثمار الموقع بالشكل الامثل. فعند وجود غابه مجاوره للبستان فالغابه لها اثار ايجابيه اكثر ما لها اثار سلبيه. الغابه عباره عن موئل للحشرات المفيده، عباره عن يعني بتخفف من الافات الضاره، ممكن نحصل على بقايا بشكل مدروس من بقايا الغابه كسماد عضوي، كحشرات مفيده، كموئل للازهار مصدر رحيق للنحل لمربي النحل، اضافه لبعض حصول على بعض الاعلاف الخضراء للمربي الابقار طبعا بطريقه مدروسه وباشراف العاملين في المنطقة الحراجية نفسها. طيب اليوم حضرتك كنا عم نحكي أنا وأنت تحت الهواء أنه نحن إذا بدنا نفكر اقتصاديا كيف تعمل مديرية الزراعة أو وزارة الزراعة فعلا على دعم المزارع بطريقة أو بأخرى، كان في عندنا شيء يسمى تطبيق الخريطة التصنيفية، وهي أن يعلم كل مزارع ما هي النوع المعين الذي يمكن أن يزرع في هذه المنطقة أو يناسب بيئة هذه المنطقة. طبعا من سنتين تقريبا أطلقت وزارة الزراعة مشروع أسمته الخارطة الصنفية أو تطبيق الخارطة الصنفية للحمضيات. الغاية الأساسية من الفكرة كانت أنه تحسين إنتاجية الحمضيات بالمحافظة. اللي كان صاير واللي جرت العادة اللي كان أي مزارع عنده قطعة أرض بده يزرع حمضيات يجيب أي صنف أو الصنف اللي بيحصل عليه بيتوفر بالمنطقة. ممكن أحيانا يطلب صنف نتيجة أنه أسعاره كويسة بالسوق، وأحيانا الصنف اللي بيوصل لعنده يزرعه، فهذا الشيء صار تقليدي وقديم. فبدأت الدراسة على زراعة الصنف المناسب في البيئة المناسبة مع مراعاة ضمان توفير المحصول أو المنتج اللي هو ثمار الحمضيات على أطول فترة ممكنة من العام. ففي أصناف مبكرة ممكن تنضج من أيلول تشرين أول، وفي أصناف متأخرة قد تصل حتى نيسان حتى بداية إيار متأخرة في النضج. فالأساس اللي درس بهذا الموضوع أنه نحاول نأمن المحصول الحمضيات على فترة طويلة على معظم أشهر السنة.
إضافة إلى زراعة المحاصيل الأصناف المناسبة في البيئة المناسبة، في أصناف بتناسب التراب الرملية، في أصناف متحملة للكلس بالتربة، في أصناف تتحمل ساعات البرودة أو انخفاض درجة الحرارة إلى حوالي إلى شيء درجة قريبة من الصفر المئوي أكثر من أصناف أخرى، رغم أن الحمضيات كلها لا تناسبها الحرارة دون الصفر المئوي. نعم نعم. فهي الدراسة تم توزيع الأصناف على هذا الأساس، شو متطلباتها، شو تحملها للشروط القاسية من حرارة وتربة وغيرها، وتم إعداد الخارطة الصنفية واللي ضمت كافة الأصناف المزروعة في بيئتنا، وتم دعم هذه الفكرة بمشروع سمي بمشروع استبدال بساتين الحمضيات الهرمي. يتم من خلال هذا المشروع استبدال البساتين التي بدأت بالتراجع نتيجة تراجع إنتاجها نتيجة أن أشجار هرمي أو لا تناسب المنطقة، أضيفت فكرة غير أنه بدأ باسم استبدال بساتين الحمضيات الهرمي، أضيفت بالعام التالي الموسم المنصرم أضيفت فكرة استبدال بساتين الحمضيات إضافة لأكونها هرمي المنخفضة الإنتاجية المتدهورة نتيجة ظروف وجودها بظروف بيئية غير مناسبة أو نتيجة تعرضها لآفات أو لأضرار بيئية أو ما استبدالها بماذا؟ استبدالها بأصناف جديدة مطابقة لموضوع الخارطة الصنفية تناسب البيئة، إنتاجيتها جيدة، تؤمن الحمضيات على فترة أطول خلال العام حسب ظروف كل بيئة. طبعا طبق هذا البرنامج، مشروع الاستبدال مشروع مجاني، يمنح المزارع اللي بيتقدم للمشروع غراس مجانية تماما وتناسب بيئته. بالموسم الأول تم توزيع 680 غرسة بهذا المشروع، الموسم الثاني واللي هو الموسم اللي نحن هلا بنهايته انتهى موضوع توزيع الغراس، توزع فيه حوالي 4900 غرسه. طبعا المشروع في طريقه تصاعديا، يعني في اقبال عليه وعم يصير توعيه، 680 ل 4000 توعيه على مختلف الوحدات الارشاديه وخاصه الوحدات اللي فيها زراعات حمضيات بشكل كبير. نعم. لايصال فكره المشروع واستفاده المزارع بالشكل الامثل من هذا الموضوع هذا. طيب هلا اسمح لنا نحكي بجوز انا راح يخلص وقتنا، باقي معنا 10 دقائق، نحكي نهاية بآخر فقرة عن موضوع الصناديق. يعني نحن كل فترة ممكن نلاقي المزارع بسبب كارثة طبيعية معينة، وخاصة يعني الفترات الماضية كان في أكثر من كارثة متتالية. نعم. عم بيعاني من هاي القصة اقتصاديا، يعني أنا اليوم بكون معتمد على هذا المحصول اللي ممكن يجيب لي هذا المردود أو الدخل اللي بكون حاطه ببالي، ممكن ادعم ارضي زياده، ممكن اشتغل اي مشروع اخر، ولكن بسبب كارثه طبيعيه ممكن اخسر انا المحصول او اخسر جزء من هذا المحصول. وزاره الزراعه لديها بعض الصناديق الداعمه للفلاح او للمزارع بالنسبه لهذا الموضوع، بس نحكي عنهم بشكل لو سمحت. طبعا يوجد في وزاره الزراعه والاصلاح الزراعي مجموعه من الصناديق. حكينا من شوي عن موضوع الري الحديث، في صندوق اسمه صندوق التحول للري الحديث. نعم. بيدعم مشاريع التحول الري الحديث اللي حكيناها من شوي. في صندوق اسمه صندوق الدعم الزراعي. صندوق الدعم الزراعي بيمنح بيدعم بعض المحاصيل لتحسين انتاجيتها او لتحسن واقع هذا المحصول. مثلا في محاصيل تحتاج الى مستلزمات انتاج، يقوم صندوق الدعم بتغطيه جزء من تكاليف مستلزمات الانتاج او دعمها بطريقه او باخرى، دعم السربه الحيوانيه احيانا. نعم. بتامين مستلزمات من مواد علفيه وغيره وغيراتها. الصندوق اللي كنت عم تحكي موضوع الظروف الجويه وتاثر المحاصيل هو اسمه. نعم. صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعيه. نعم. طبعا هذا الصندوق سنويا بنتعرض نحن لاكثر من جائحه نتيجه ظروف جويه، برد، رياح، عواصف. هاي الظروف الجوية القاسية ممكن تأثر على بعض المحاصيل. مهمة هذا الصندوق عند وجود ضرر، طبعا ضرر يدرس الضرر وله شروط ونسب تدرس وتقر، وبعد الإقرار يتم بيبدأ عمل الصندوق. طبعا شو الشروط اللي بيستند عليها صندوق تخفيف من آثار الجفاف والكوارث؟ طبعا عند وجود أي جائحة بيئية أو ظروف جوية بيتم دراسة الضرر اللي صار بهذه المنطقة. طبعا احنا عندنا الوحدات الارشادية موجودة على كامل قطاع المحافظة، عند وجود بداية او رصد ضرر من هذا النوع بيتم اعداد التقارير اللازمة، بيتم تقييم الموقف، توضيح المحاصيل المتضررة ودرجة الضرر. طيب الشروط اللي بحقها الشروط اللي لازم تصير، فعند وجود ضرر بأي منطقة الفنيين الموجودين بيعاينوا الموضوع. اذا الشرط اللازم يتحقق انه يتضرر 5% من مساحة المحصول في القرية، انه اي محصول يتضرر، ممكن يتضرر محصول واحد او عدة محاصيل. شرط اساسي يكون الضرر تجاوز 5% من مساحة المحصول. الشرط الثاني انه يكون المحصول نفسه وصل، يعني انا هالسنة زارع دخان مثلا
5% من المحصول الكامل للقريه بالقريه ايه. ايه. انه ممكن الضرر يكون اذا جزء صغير من القريه ما وصل ل 5% ممكن ما يستدعي الدراسي او البحث عن التعويض او دراسه التعويض. غير انه 5% لازم يتضرر من المحصول حد ادنى 50% من محصول الحقل. يعني 50% فما فوق. فلما بيتحققوا هذول الشرطين بيتم دراسه كامل الحقول المتضرره. بس هون في فكره، يعني انا ممكن يكون عندي متضرر بالقريه 5% ولكن بالحقل نفسه مو مجبر دون ال 50% من المحصول. لا يحصل دون ال 50% من المحصول، معناتها ما بيستدعي، لانه ال 50% ما وصل ل 50% معناتها عنده انتاج، معناتها ممكن يعوض الفقد اللي صار. يعني ممكن تكون 5% هي على مستوى القريه كلها، ولكن ممكن يكون ضرر خفيف. اذا الضرر 20% 30% معناتها قابل انه يعطي انتاج ويعوض الشيء اللي صار وبيضل انتاجه جيد ضمن الاطار الجيد. لما بيرصد بيتحقق الشرطين وبيكون في ضرر، بيتم اعداد قوائم دراسه الحقول حقل كل حقل، شو نسبه الضرر فيه، شو الوضع المحصول، شو بيانات المزارع وبيانات الحقل ووضع الضرر فيه. بيتم ارسال البيانات المطلوبه الى صندوق اداره صندوق تخفيف من اثار الجفاف والكوارث واقرار التعويض، والتعويض طبعا يتم التعويض على اساس تكاليف الانتاج. نعم. فعند وجود ضرر تجاوز 50% لحد 70% بيتعوض على نسبة حوالي بين 5 و7% من تكاليف إنتاج المحصول. لما بيوصل الضرر 100% الضرر الكامل يعوض 10% من تكاليف إنتاج المحصول. جميل هذا الكلام. طيب نحن اليوم إذا بدنا نحكي عن تحسن واقع المحصول، قد اليوم عمل الوحدات الإرشادية من ناحية التنبيه الثقافي الزراعي للمواطن بالنسبه لهذا الموضوع وهو تحسن الواقع؟ يعني حضرتك حكيت افكار كثير مهمه عم تمشي فيها اليوم وزاره الزراعه لحتى، او خطه مدروسه لحتى نحصل نحن فعلا على منتج نهائي جيد يعود بالدخل الاقتصادي الجيد على المزارع وايضا على الدخل القومي بشكل عام. ولكن تحسن واقع المحصول يعود الى شروط مختلفه، يمكن ان تقول مثل حضرتك حكيت عن التصنيف الري الحديث، بالاضافه لكثير افكار ممكن تكون موجوده. في شيء يتعلق بخصوصية كل محافظة، يعني نحن عندنا الساحل السوري، قد اليوم في عندنا نحن خصوصية بهذا الموضوع لحتى يتحسن عندنا واقع المحصول وخاصة بالنسبة للزيتون؟ طبعا هلا الخصوصية الموجودة بمحافظتنا هي أولا حيازات صغيرة، يعني حيازات مزارعينا كلها إذا بنقارنها بمناطق المناطق زراعات المحاصيل بالمنطقة الشرقية والبادية ومناطق الوسطى، طبعا حيازات عندنا دائما مفتتة، نحن متميز بتفتت حيازاتنا. فبالتالي عدد المزارعين بضمن كل قرية عدد كبير بحيازات متفتتة وصغيرة. عناصر الوحدات الإرشادية عندنا موجودين على الأرض بشكل دائم، يقومون بمتابعة أي حالة وأي بكافة المحاصيل ويتم تقديم الإرشادات اللازمة. إضافة لنشاطات أخرى نحن من بيقوموا فيها، مثلا لم فترة حكيتي عن حضرتك عن الزيتون بفترة جني المحصول والعصر وعصر واستخراج الزيت، بيكون في عندنا لجان موجودة بتتابع العمل مع كافة معاصر الزيتون للإشراف الفني على عمل هذه المعاصر، ضمان تحقيق الشروط الفنية المطلوبة من أنه الجني بالطرق سليمة، إيصال الثمار إلى المعاصر بدون انتظار فترة طويلة، وضعها بأبوات مناسبة. طبعا الغاية الأساسي الموضوع الحصول على منتج نظيف ومنتج سليم وصحيا وبيئيا، إضافة لمتابعة العمل بهذه المعاصر والضمان تحقيق على شروط العمل. وحتى المنتجات اللي بتنتج عن المعاصر في عندنا دائما في ارشادات بتتم، نعم. وبيتم فيها تنفيذ نشاطات وبيتم فيها تكليف فنيين الوحدات الارشاديه بمتابعه هذا الموضوع، عدم رمي مخلفات المعاصر وخاصه ماء الجفت، نعم. بالمجاري المائيه او بالصرف الصحي وذلك ما الى ذلك من اثار بيئيه كارثيه. يعني فنحن في اكثر من فكره وعم تطبق احيانا استخدام ماء الجفت كماده سماديه. نعم. لما بيستخدم هذا المخلف الموجود هو عباره عن بقايا ماء العصر، وفيها نعم. فيها عباره عن نسب مختلفه من عناصر سماديه وعناصر معدنيه واضافه لبقايا زيوت. فعندما تستخدم بتراكيز مدروسه 5 متر مكعب او 7 متر مكعب في الدنوم المزروع، نعم. على اشجار الزيتون نفسها اللي يطلع منها المحصول، تعتبر ماده سماديه ولها فوائد وبتوفر كثير من الاضافات السماديه على المزارع، وإلى عبارة عن تحتوي على مادة عضوية والعناصر السمادية بالوقت نفسه. الوقت نفسه. وبنكون خلصنا البيئة. ولكن بشرط أن لا توضع بكميات كبيرة في نفس المكان. طبعاً. وبنكون خلصنا البيئة منها، لأنه هي لما عم توصل لمجاري الأنهار والسواقي
وعم تتجمع بمناطق معينه بتشكل ضرر كبير كارثي بيئي تماما، او اذا عندها وجودها بالصرف الصحي كمان عباره عن يعني نحن هون بهي الحاله لازم نستفاد منها. هي بالاخير فكره اقتصاديه لهذا تماماً. الموضوع انه انا هي المخلفات والموضوع مدروس ويتم سنويا التعميم على الوحدات الارشاديه لتقديم النصائح اللازمه لتوزيع هي الماده والتحقيق الاستفاده المطلوبه منها. نعم جميل هذا الكلام كله بالنسبه للمخلفات كلها بشكل عام مثل ما حكيت حضرتك ببدايه كلامك. نوع من التنميه المستدامه. نعم. استخدام صح. المخلفات اللي عم تطلع عنا واللي ممكن الاستفاده منها بشكل او باخر، استخدامها كماده سماديه او كماده في مجال مكافحه في مجال مختلف الاجراءات الزراعيه. نعم نحن خلص وقتنا، بتحب تنهي كلامك باي نصيحه؟ بدي انهي بموضوع انه نحن عم نقوم بحملات مكافحه كوزاره الزراعه، اضافه لاستخدام المخلفات نحن عندنا شيء اسمه اداره افات. نحن بمجال إدارة الآفات إضافة إلى نشر العدالة الحيوية لموضوع الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة عندنا حملات مكافحة تنفذ سنويا لمختلف الآفات. تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم ضمن الإمكانيات المتاحة، مثلا في مجال مكافحة تبقع عين الطاووس على الزيتون اللي نحن كبيئة ساحلية بيئتنا فيها رطوبة جوية مرتفعة، أشجار الزيتون تتعرض ببعض المواقع وخاصة بالوديان وقرب مجاري الأنهار لإصابات فطرية، مرض تبقع عين الطاووس ومرض مؤذي ويسبب خسائر بالزيتون. نعم. نتيجة التأذي المجموع الخضري وتساقط النسبة الكبيرة من الأوراق. بل حاليا عندنا حملات مكافحة بتقوم وزارة الزراعة بتقديم المرشات مع المحروقات اللازمة عند وجود أي مزارع بيراجع الوحدة الإرشادية أنه بده يقوم بمكافحة هذا المرض نتيجة وجود بستانه في موقع معرض للإصابة، على المزارع فقط تقديم المبيد. نعم. مع حتى انه المبيد يتم تحديد انواع المبيدات المناسبه من قبل الفنيين الوحده الارشاديه او مديريه الزراعه، يتم تقديم المرش مع المحروقات ويتم رش كامل المساحه، وتم السنه تنفيذ هي الحمله وكانت مساحات المكافحه اكثر من المخطط له وكانت النتائج كويسه. بيتم تنفيذ حملات اخرى، حملات لفأر الحقل. نعم. بتقدم مديريه الزراعه المواد المناسبه، بتجهز طعوم سامه مكونه من ماده سامه فوسفيد زنك مع خلطه معينه. نعم. الماده السامه والماده للتخلص يعني من فأر الحقل المفروض ما تستخدم في المنازل، يعني وجود الماده السامه في المنازل يشكل خطر على البيئه وعلى المجتمع. فنحن كمديريه زراعه بنقوم بتجهيز هي الطعوم السامه وباشراف الفنيين يتم توزيعها في مواقع انتشار فأر الحقل او الجرذان بشكل عند وجودها، والحمله حاليا عم يتم التجهيز لها راح تتنفذ خلال الايام القادمه. نعم. بيتم تنفيذ حملات مكافحه لذبابه الفاكهه على مختلف انواع الاشجار المثمره بتوزيع المواد اللازمه للمصائد، تعلق مصائد بلاستيكيه. نعم. وحتى عند وجود بؤر اصابه في اشجار فاكهه او حتى في الحمضيات يتم استخدام احيانا الطعوم السامي كاجراء اضافي لموضوع المصائد الجاذبه، اضافه لذبابه ثمار الزيتون تعامل معامل ذبابه الفاكهه. طبعا الموضوع عم بحكي عن نشاطات عم نقوم فيها، الموضوع متشعب وفي اعمال وفي نشاط ويعمل كوادر مديريه الزراعه تعمل كخليه نحل بهذه المجالات كلها. يعطيكم الف عافيه. بالاخير هذا الدعم المقدم للفلاح هو بالاخير دعم اقتصادي أكيد. لمحصول مهم جدا او عفوا لقطاع مهم جدا وهو قطاع الزراعه. وبالاخير نحن مثل ما نقول دائما نحن مدينه او محافظه زراعيه سياحيه بامتياز أكيد. وخاصه بحيازتنا لمساحات خضراء واسعه 80% تقريبا من مساحة المحافظة هي مساحات خضراء. سواء كانت حراجية أو حيازات صغيرة للمزارعين. تماما حتى كمساحات احنا نعم. مساحات أراضي مستثمرة حوالي 103,000 هكتار وعندنا مساحات حراجية 85,000 هكتار صحيح. فشكلت عمليا القسم الأكبر من نعم. مساحة المحافظة صحيح. نعم. شكرا كثير لك أستاذ ماهر علي معاون مدير زراعة اللاذقية، شكرا لك لوجودك معنا ببرنامج قضايا اقتصادية. شكرا شكرا جزيلا شكرا يعطيكم العافية. شكرا لك. الشكر لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، أراكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من قضايا اقتصادية. إلى اللقاء.